في العودة لمتابعة مستجدات حريق الإسماعيلية، معنا عبر الهاتف من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير، تفاصيل أكثر حول الحريق الضخم الذي اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية، هل من إصابات أم هل من تسجيل ضحايا حتى هذه اللحظة، وكيف تقوم الخدمة المدنية حتى اللحظة بالسيطرة على هذا الحريق؟ يعني هنا هي محاولات من قبل أجهزة الحماية المدنية وأجهزة الإطفاء والتي انتقلت فورا يعني وقوع الحادث إلى موقع الحادث، ومحاولة بالمناسبة هي قريبة من أماكن الإسعاف والإطفاء، ومن ثم بدأت قبل نحو ساعة وعشر دقائق من هذا التوقيت من إجراءات محاولة الإطفاء والسيطرة على الحريق. حتى الآن لم يصدر بيان صحفي رسمي من قبل وزارة الداخلية أو حتى من قبل مديرية الأمن يعني يوضح ما الذي حدث بالضبط. كل ما تم تداوله هي شهود عيان نقلوا ما حدث، بل وبعضهم قام بنقل صور وفيديوهات مباشرة من موقع الأحداث. حتى الآن تواصلنا مع أكثر من مصدر أمني، لم يصدر تفاصيل ما حدث، ولكن وفقا لشهود عيان في موقع الحادث فإن الحريق ما زال موجودا، وأن قطاعا من المبنى الرئيسي طالها الحريق، وأن أيضا أحد المواطنين أحد الأشخاص توفوا جراء هذا الحريق، وهناك عدد من الإصابات. هذه معلومات مبدئية، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من الداخلية المصرية أو من مصادر رسمية مصرية بشأن هذا الحادث، ولكن ما نقل عن شهود عيان نقلوا بعض الصور والفيديوهات من موقع الحادث الذي بدأ يعني نحو الرابعة بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف توقيت المحلي للقاهرة. سمير، هل من أي إعلان عن حالة طوارئ؟ كيف هي جاهزية الهيئات الصحية أو القطاع الصحي في الإسماعيلية لاستقبال، لأن من الواضح أن المبنى كبير جدا، فمن المؤكد عدد الأشخاص أو عدد الموظفين المتواجدين فيه من قوات الأمن بشكل كبير، هل من أي إعلان عن حالة طوارئ من قبل هيئات الرعاية الصحية والمستشفيات لاحتواء المصابين في هذا الحادث؟ يعني هذا من نافذة القول بالتأكيد، عندما يعني ينشب حريق كبير يتم رفع حالة التأهب في المنطقة المجاورة، ولكن الإسماعيلية مدينة حديثة، الإسماعيلية لديها العديد من المستشفيات الكبيرة سواء الحكومية الجامعية أو الخاصة، وأيضا هي قريبة من الأماكن ذات الأهمية، فيعني هناك العديد من المؤسسات التي يمكنها متابعة الأمر وتقديم كل أوجه الرعاية، لكن حتى الآن كما أشرت لم يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص، ويعني بالتأكيد خلال الساعات القليلة المقبلة سيتضح ما الذي حدث وكيف يمكن السيطرة عليه، لكن المؤكد حتى الآن أن جهود الإطفاء مستمرة، أن الإنقاذ المدني والحماية المدنية تقوم بعملها، وأن هناك شخص على الأقل قضى في هذا الحادث، وأن هناك عدد من المصابين حتى هذه اللحظة. نعم سمير، آخر المستجدات يعني بحسب ما ذكرت أنت عن شهود عيان عن يعني أن أحد الأشخاص قد قتل من جراء حادث الحريق الضخم في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية الشرقية اليوم. جميع التفاصيل التي ذكرتها، من المتوقع أيضا أن نشهد حالة طوارئ من جانب القطاع الصحي لاحتواء هذه الأزمة. حتى الآن لا توجد بحسب ما ذكرت أنت وبحسب المصادر أي تصريح أو أي بيانات من قبل سواء وزارة الداخلية المصرية أو أي جانب من الجوانب المسؤولة حتى اللحظة. يبدو أن الجميع منشغل في هذه اللحظة في المحاولة لإخماد هذا الحريق. نسأل السلامة للجميع. جزيل الشكر لمراسلنا، كان معنا عبر الهاتف مراسلنا من القاهرة سمير عمر. شكرا سمير.